الحمد لله ولله الحمد. هذه الوقفه السابعه، حنا في خلال هذه الوقفه السابعه كنكرسوا مجموعه ديال الاهداف ديالنا، وكنناشدوا صاحب الجلاله من هذا المنبر، من هذه الساحه ديال الحراك، كنقولوا ليه باننا حنا لن نتنازل حتى تحقيق جميع المطالب، والمطالب ديالنا فهي مطالب مشروعه. من بين هذه المطالب هي التوحيد ديالنا مع جميع شركات توزيع الماء والكهرباء داخل المغرب كامل. حنا الحقوق ديالنا فهي حقوق اساسيه، اسقاط رموز الفساد خط احمر ما غنتناقشوش عليه وما غنتفاوضوش عليه، اللي هما ثلاثه ديال رموز الاسفال، ثلاثه ديال رموز الفساد هما اللي معروفين، وكنندوا بالشعارات ديالنا وكنقولوا الاسماء ديالهم. زائد اننا اليوم كان في الوقفه ديالنا كان الشعار ديالها هو ما تقيش المكتسبات ديالي، ما يحز في النفس كمزاولين ومزاولات ومتقاعدين ومتقاعدات وارامل وايتام وذوي الحقوق داخل هذا القطاع، ان المكتسبات ديالنا فاننا ما بين ليله وضحاها كنسمعوا بان مجموعه من المكتسبات كيتم البيع ديالها ولا كيتم التفويض ديالها مجموعه من الاشخاص. هذا الشيء ان دل عن شيء فهو كيدل على الفساد داخل هذه المنظمه، الفساد داخل هذا القطاع. هذا السؤال المطروح اللي كنوجهوا لهم وكنوجهوا بشراسه وبدون خوف، كنقول لهم من يتآمر على العمال؟ من يتآمر على هذا القطاع؟ من هي اليد الخفيه التي تسير هذا القطاع؟ نحن اليوم كشباب وكهول ومخضرمون داخل هذا القطاع كنقولوا لا للفساد، حيث نص صاحب الجلاله والدستور المغربي على محاربه الفساد، واي شخص فهو معني بهذه المسؤوليه هذه انه يحارب رموز الفساد. حنا كنقولوا للجهات السلطات المعنيه وكنقولوا للجهات المختصه باش انها تدخل في الخط وتحاسب الناس هادو، وإذا كان عندهم من يحميهم فلنا رب يحمينا.